اليوم إن شاء الله تعالى راح نبدأ بدرس اللي هو الحديث عن موضوع قصر الصلاة. طبعاً إحنا عبد الرحمن استريح. طبعاً إحنا قبل ما نبدأ بموضوع قصر الصلاة بدنا نفهم شغلة سابع، إنه هذا الدرس أو هذا المفهوم عن قصر الصلاة هو خاص للمسافر فقط، خاص للمسافر، يعني لا يجوز إنسان مقيم. يلا يا شلباي خليك معي. إذا درسنا اليوم عن موضوع قصر الصلاة، قلنا بس مهم جدا اللي هو خاص للمسافر فقط، يعني الإنسان الذي يكون في السفر أو عنده سفر هذا بس الذي يستطيع قصر الصلاة. رح نتحدث عن مفهومه، شروطه، وحكمه والحكمة من مشروعية قصر الصلاة، تمام؟ طبعا بداية لو إحنا حكينا قصر الصلاة مباشرة، لما أنا أجي أحكي لك معي هذا القلم بدي أقصه أو ورقة بدي أقصها، شو بعمل فيها إذن؟ ممتاز، بقسم منها جزء، صح؟ بغض النظر إما تنصيفاً أو خلص، تمام، بس تخلص فرصتهم بطلعك. نعم، ماشي، أوكي. طيب يا سابع، لذلك قصر الصلاة عبارة عن صلاة بدي أقصرها، طويلة بدي أقصرها. طيب هلا احنا كم يوم عندنا، كم صلاة عندنا باليوم؟ خمسة، فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. خلينا نشوف أني أطول صلوات فيهم. عشاء، ظهر، والعصر. ممتاز، ظهر، عصر، عشاء، هدول إيش؟ كم عدد الركعات فيهم؟ هدول كم عدد الركعات فيهم؟ أربعة. الفرض أربعة، الفرض أربعة. إحنا مبدأنا لهذا اليوم رح نتحدث عن موضوع إنه الصلاة الرباع، لا بدنا نثبته لأنه بحول. خلص عادي، بتختلفوا فيه من قيمة الوصلة كاملة من الكهرباء، ما عندناش مشكلة، لذلك اقطع الصوت. طيب هلا في عندنا موقف بيقول لك سافرت عائشة مع عائلتها من عمان إلى الكرك. يلا يا أحمد شاد اقرأ لنا الموقف. يا سافرت عائشة مع عائلتها من عمان إلى الكرك لزيارة قلعتها التي تبعد نحو 140 كيلو متر. وفي الطريق توقفت العائلة في إحدى الاستراحات، فصلى أفرادها الظهر ركعتين بدلا من أربع ركعات. ممتاز. عائشة سافرت من عمان، أعطوني مسافة 140 كيلومتر. خلال الطريق صلى أفراد العائلة الظهر ركعتين بدل من أربع ركعات. لماذا صلت العائلة الظهر ركعتين بدلا من أربع؟ عشان بسمع إنه صلاة، عشان بسمح انه اذا كانت مسافر تقدر تطلع. ممتاز، لانهم في حالة السفر، السفر ممتاز، ومسافة السفر طويلة، حالة السفر اللي هي مسافة السفر 81 كيلو فأكثر. بدي اسألك سؤال، هذا السؤال ده اسأله، من 81 كيلو متر ماذا أسمي ما فعلته العائلة؟ شو اسمها هاي العملية؟ مسألة صلاة. ممتاز، لماذا أسميه قصر الصلاة؟ طيب بناء على ذلك مين يعرف ايش قصر الصلاة؟ شو يعني قصر الصلاة؟ ايش يعني أسامة؟ ممتاز. قصر الصلاة هو أن يؤدي المسلم الصلاة الرباعية المفروضة ركعتين بدلا من أربعة إذا كانت مسافة السفر كم؟ أكثر من 81 كيلو متر فأكثر. لا إحنا ما إحنا نقول الصلاة الرباعية المفروضة، يعني ما بس الأقصى.
نعم نعم واحد صاحبي بس شوفي المغرب شوف ما زمان كنا فاكرين ما حد نتعيش بس الفجر يا عمر ليه هلا رح نحدد كل الصلوات هلا اقطع الصوت اذا سابع بالنسبه للحكمه من قصر الصلاه الحكمه من قصر الصلاه رفع المشقه عن المسلمين رفع المشقه عن المسلمين بالتسهيل عليهم للتسهيل علينا سابع عند طالب بصف سادس وصل بتسميع سورة البقرة لصفحة رقم 30 مش قلنا في تحدي حفظ البقرة برمضان وصل صفحة 30 بل 20 صفحة يعني جزء مع الحفظ هو بلش من قبل رمضان عشان يلحق ينجزها في رمضان ما انا قلت لكم حاولوا انه احفظوها من قبل عشان تلحقها بس عادي اللي بيقدر برمضان ما هو هلا هذا الطالب بده يخلص اول العشر الاوائل من رمضان يخلص السوره وما تبقى من رمضان بده يعمل تثبيت يعني بده يصير مثلا كيف اسمه يسمع الايات لا من الحكمة من قصر الصلاة هو رفع المشقة عن المسلمين للتسهيل عليهم حكينا قصر الصلاة أن تؤدى الصلاة الرباعية المفروضة ركعتين بدلا من أربع ركعات شو هي الصلوات الرباعية؟ مس مش سبع وين هذا؟ الظهر والعصر والعشاء الرباعية يعني بنصلي فرضها أربعة هي ظهر عصر عشاء هدول الثلاث صلوات هم الصلوات الرباعية المفروضة يعني السنن لا يتم قصرها يا أحمد ومالك المفروضة يعني السنن لا يجوز قصرها لأنه سنة انت بامكانك تصليها وبامكانك ما تصلي بامكانك تصليها ركعتين اربع زي ما بدك هي مش فرض سنه نعم يا كنان لا ما بنقصرهم نوافل يعني زياده سنن قلنا اجل طيب ركعتين بدل اربع طبعا بناء على ما سبق اعطيني الصلوات التي لا يجوز قصرها مش سنه العادي من دون الناس التي احكنا لا يجوز قصرها ما ضل عندي الا ركع يوسف ممتاز والفجر صح احمد مجاهد ما تبع جاب المغرب طيب ليه قلنا هدول لا يجوز قصرها ممتاز لانه اقل من اربعه لانها حتى من كلها راح يدير طيب في عنا وصلنا هذا كثير مهم بالجدول حلو كثير وسهل يلا سؤال هسه كانت لنا هسه صار الماء يحسب هو يعني هذه الساعه ساعه زمان وكنا احنا عبين يعني عدوي الثاني نفطر ولا مسموح بامكانه يفطر بامكانه يصوم ما إلنا علاقة بالوقت إن شاء الله نص ساعة كانت مدة السفر ما إلنا علاقة بالوقت إحنا إلنا علاقة بالمبدأ إنه أنا أسافر سفر بسأل إنه لو واحد سافر على منطقة كانت مدة السفر بس ساعة بس بيقدر يفطر فيها يجوز له الإفطار ويجوز له الصيام عادي نعم بعدين انتقلنا على البلد الثاني وقدم في البلد هاي بيفطر مع البلد الثاني يعني مثلا انا طلعت من الاردن على الامارات السعوديه على الفجر وطلعت على امريكا مثلا كان مقدم عندهم المغرب ما لحقتش اصوم الا انا مفطر لذلك المسافر يعني الاولى انه يقدر اذا انا رايح على منطقه مختلف التوقيت اني افطر عشان لا يعني هلا انا افترض رحت على منطقه انا طلعت الفجر بلاش الفجر الظهر
ورحت على دولة تانية كان عندهم هلأ المغرب، هل فعليا هذا نصمة يوم؟ لا لا. فأنا عشان أطلع حالي من دائرة إنه أنا طبعا افرض طبرع عليهم، طب إن حسب من حسبش خلاص بحط حالي بالسلم بفطر هاليوم، وأنا بس أسير، أنا بس أسير بهالمنطقة أشوف كيف نظامها، إذا ضليت فيها بقدر وأنا موجود، ما ضليتش فيها بس أرجع بقدر. إذا كان مثلا بسبب مثلا حين أرضى للأمريكا بس هلا لا 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 ليش؟ لانه هلا انت افترض هلا انت بالبلد اللي انت فيها بتبلش فيها السحور، البلد انت فيها بتتسحر فيها، بتسحر فيها بتبلش صيامك فيها، فعشان هيك الافضل للمسافر اذا انتقل لدوله مختلفه في التوقيت تماما يفطر عشان ما يصير عليه حرج، لانه بصير يعني حرام افرض يعني احنا ما بنعرف كيف مثلا رب العالمين راح يحسبها لهذا الانسان مثلا، يعني هلا احنا راح نعرف انه هل رب العالمين حسب له صيام ولا لا؟ ما راح نعرف، فلذلك احنا نحط حالنا في السليم، نفطر هذا اليوم وبقضي معي 360 يوم وبقضي. ما هو كان في حال اني انا هلا سفرت الظهر ورايح على بلدي هلا هم المغرب، فانا في هذا اليوم لا خلص، او اما اني انا بطلع صايم، بطلع من بلدي صايم، بطلع أنا من بلدي عشان أكسب الأجر، بطلع من بلدي صايم وقت ما عشان الأجر فقط، بس أصلا بكون يعني نكون بنسافر على دول مختلفة تماما بالتوقيت، بكونوا عارفين كيف يعني شو. خليني أسمع، ممكن أسمع، في مجال أسمع بعد إذنكم إذا سمح. طبعا باخذ الاجر كامل كامل. لنفترض انا سافرت على دوله، احنا عندنا المغرب مثلا 7 ل 10، طلعت صايم، سافرت على دوله بيأذن المغرب عندهم على 9 بوقتنا على 9، طيب شو بعمل؟ بفطر ولا بكمل الصيام؟ لا بكمل الصيام وبفطر معهم. هي مثلا دول الخليج بيفطروا قبلينا بساعة، لنفترض اجى حدا مثلا طلع من هناك وبوصل هون عندنا مثلا على الساعة 6، بوصل عندنا على 6، أذن عندنا لا لسه عندهم الأذن، بضل صايم بزيد على حاله ساعة، بضل صايم وبفطر عندنا وبفطر عندكم. لأنه أنا بتبع الدولة اللي أنا رايح عليها، خلينا بالمصر بدي أخلص الدرس سريعا، نحكي أشياء شوي عن رمضان، رح نحكي عن زينة رمضان بس نخلص موضوع الحصر تمام. خلينا هذا في عندي جدول، هذا الجدول مهم، طبعا في عندي صلوات بدي أحدد ركعاتها، تقصر أو لا تقصر عدد ركعاتها بعد المصر. في مجال تقطع الصوت، يلا يا نواجهة، الفجر كم عدد ركعاتها؟ هل تقصر؟ ممتاز، شكرا يا نواف. يلا يا حلو، الظهر كم عدد ركعاتها؟ 9 4. هل يقصر؟ لا لا 4. في مجال ما حد يحكي مع اللي انا بختاره؟ في مجال ما حد يحكي مع اللي بختاره؟ كم عدد الركعات حال القصر يا حلو؟ كم؟ ممتاز، لانه واضح الاربع بصير. يلا يا عرفة، العصر 4 ركعات، هل يقصر؟ نعم. كم؟ هذا كم 6. ممتاز. قصي المغرب كم عدد ركعات؟ هل يقصر؟ ممتاز. ابو غوش العشاء 4، هل يقصر؟ كم؟ ممتاز. اذا نستنتج ان الظهر والعصر والعشاء هاي الصلوات التي تقصر، يعني بصليهم الفرض الأربعة ركعتين بدلا من 4 ركع. ما هو حكم قصر الصلاة؟ حكم قصر الصلاة. يلا يا مسخينا جاي، يلا يا محمد مصطفى. ايش يعني رخصة؟
سنة ممتازة يعني مباح. أجاز الإسلام يعني أباح، يعني الحكم مباح. طيب علل، حط سؤال، علل أباح الإسلام مصر. يا سابع رجاء في مجال ما تلعب ينسبت الاحتي. لماذا أباح الإسلام قصر الصلاة براء؟ رفع للحرج والمشقة على المسلمين. كثيرا لكم ممتاز جدا رائع. إذا رفعا للحرج والمشقة والتيسير على المسلمين، لقوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا حكم القصر هو ما هو شرط القصر؟ ما هو شرط القصر من شرط القصر يا عبد الرحيم؟ ما هو كل شرط بيجون قصر الصلاة؟ أو إتمامها والقصر أولى. أولى وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة بقوله صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طب شو شرط القصر؟ يعني ايه الشرط؟ شرط القصر السفر، ويكون واحد مية كيلومتر فاحل. إذا السفر والمسافة 81 كيلومتر، فأكثر هلا هون في عندي مهم. طب لنفترض أنا مسافر بس ما بدي أقصر الصلاة، هل يجوز؟ طبعاً يجوز، كون الحكم عندي مباح، فبالتالي أنا مباح إلى القصر ومباح إلى التمام. إذا هيا يجوز قصر الصلاة أو إتمامها، والقصر أولى. القصر أولى يعني الأفضل، الأفضل إني أنا أقصر. الأفضل إني أنا أقصر، ليش؟ لأني أنا ما بعرف شو الظروف اللي ممكن تتعرض لي أثناء السفر. قالت ألجأ إلى مبدأ القصر. يلا بس على الحياة. نعم. ما هو يعني ما تعرف ظروف الناس أو أحوالهم في السفر. بس خلينا نشوف موضوع الظروف. قصر الصلاة رح يسمع صوت واحد ما سمعت. مش أنا والله ما سمعت. يلا يا أحمد الحين. بس خلينا نجاوب. شروط قصر الصلاة. بس خلينا نجاوب. في مجال تدع الصف. بس سامع. يلا يا احمد. شروط قصر الصلاه شكرا يا احمد شكرا. اول شرط من شروط قصر الصلاه النيه، وتكون قبل البدء في الاداء. ما بيصير انا اوقف اصلي الله اكبر بعدين انوي القصر، لا، كوني انا قبل الدخول في الصلاه بنوي، كوني انا دخلت بالصلاه لا يجوز نيه القصر، خلص بقيت في الصلاه. هذا دعاء دخول المسجد. لا احنا قصر الصلاه ما له دعاء محدد، هو لها نيه انه يا رب انا نويت القصر، بس نويت القصر. ايه عمار الثانية باء تبلغ مسافة ممتاز. المسافة 81 كيلومتر، فأكثر. والشرط المهم الأخير يا رمادي مستبدل بالسفر فلا يجوز قبل بدء السفر. ممتاز. أنا اليوم طيارتي على الساعة 4 بنام العصر السبابة بقى مأذن العصر. طيارتي الساعة 5 أذن العصر على 4. هلا أنا على 4 هلا أنا سافرت؟ لا لا.
واكثر على الساعه 5 بقول لك على 3 كون بالمطار. على 3 بنسحب حالنا بنروح. طبعا اذا لسه اول مره بدك كنت 3 ساعات بتكون من قبل عشان تخلص اجراءاتك. رحنا على المطار. طيب هلا انا على 3 كنت بالمطار، على 4 ادى العصر وانا في المطار، هل فعليا انا مسافر؟ لا فعليا انا مسافر. انا بدات السفر، طلعت من البيت بدات بالسفر. افرض انا ساكن مثلا بإربد، طب ما من إربد للمطار سفر. طب انا بالعقبه، من العقبه للمطار هو بحد ذاته اكثر من 81 كيلومتر، فبالتالي انا من الاردن لو طلعت من الاردن للعقبه 50 كيلو. انا طلعت طلعت من بيتي، اذا انا بدا معي السفر مش احنا خلاص مش السفر. لذلك يجوز للإنسان حسن الصلاة حال البدي في السفر، حال البدي في السفر. يعني صحيح واحد بس جاء عند العصر إيه؟ بدو يطلع عند العصر قبل بيته. السؤال يجوز، العلماء أجابوا هلا كونه إنه خلص جهز كل أغراضه هلا هو طالع أذن قبل ما يطلع بيكسبها بصلي القصر. لا عادي. طيب هلا 81، العلماء قدروها زمان ما كان في وسائل مواصلات، فبالتالي 81 كيلومتر بالنسبه لهم يعني مسافه كثير كبيره، لانه كانوا يتنقلوا على الجمال. احصل بس يتابع بس يا احمد جبلت اليوم الخاصه برعايتكم كل المشاغل من سكت، وانتم ابدعتوا، انتم مش البالين خلاص. كانت مشكله احمد ومس، في مصلى كانت تصلي اما يجوز الجهتين. طيب هلا هون معلومه مهمه، يلا خليك معي عندنا معلومه مهمه. يلا يا عون قائمه اذا صليت بالصف خلال خليفه امام خطيب غير مسافر إذا صلينا في السفر خلف إمام مقيم يعني غير مسافر، فإننا نتم الصلاة رباعية ولا نقصها. أي طبيب؟ طيب لنفترض صح كلامك صح، لنفترض احنا كنا مسافرين جروب أذن العصر واحنا بالطريق ومينا عن المسجد، احنا كلنا ناويين القصر دخلنا على المسجد، لقينا انه اهل المسجد لسه مش مصليين، بدهم يصلوا جماعه، فوقف الامام وصلى واحنا بنصلي ورا هذا الامام، انا ناوي قصر شو بعمل؟ خلنا نسمع طويل. بصلي أربعة مش لأن تعتبر جماعة، لأنه الإمام حتى لو أنا ناوي لا مش ضروري، المهم إنه الإمام. إذا كان الإمام مقيم أصلي زي، طب لو كانت العكس احنا دخلنا أذن العصر صلوا الناس الجماعة وطلعوا، اجينا احنا بعدين دخلنا ما في الا احنا توقفنا واحد منا امام وصلى، هلا احنا قلنا هنصلي ركعتين يجوز القصر صلي. نفترض واحنا بنصلي دخل علينا واحد من اهل المنطقة متأخر عن الصلاة وبدي يصلي ورانا، قديش بصلي؟ أربعة ولا تنتين؟ أربعة عادي. اسمع شلباية، ما هو احنا مسافرين بس بصلي أربعة، احنا مسافرين بصلي معنا ركعتين بس نسلم، ممتاز. هو بيقوم وبيجيب الركعتين الثانيات وبصلي أربعة، لأنه إحنا بناء على الإمام إذا رح يصلي أكثر منا بنصلي زيه، إذا الإمام حيصلي أقل منا بنصلي معاه نكسب الجماعة، بعدين بس نسلم إحنا بنقوم منه. بس هو المأموم على نية الإمام. يس يس.
بس مش في حالة لأنه هذا حدا مسافر وهذا حدا مسافر. ركعتين بقول فجر ركعتين مش محل زيادة. صلاة نص ركعة بيصلي مش إنت الفرق مش إنت فكر فيها للشغل عجبك يومين سابع سابع أنا البنت عشان تحكينا عن رمضان يصير طب عشان من هيها يخلف علينا خلينا شو الجواب طيب يلا مش احنا اللي خلينا نجاوب يلا سيد الصلاه لا يكون في اثناء السفر سبع اقطع الصوت اقطع الصوت يا راس قصر الصلاه لا يكون في اثناء السفر فحسب بل تستمر هذه الرخصه في اثناء الاقامه في المكان الذي نسافر اليه على أن تكون مدة الإقامة أقل من 4 أيام غير يومي الوصول والمغادرة. فإذا نوينا الإقامة 4 أيام فأكثر فلا يجوز لنا نقص الصلاة. نرجع إلى موقع البحث المبدئي العام للبنية عن طريق نظام الصوت والحفظ. سابع هذا من ضمن شروط قصر الصلاة. هذا من ضمن شروط قصر الصلاة إذا نوى الإنسان الإقامة في مكان 4 أيام أو أقل ويعتبر مسافر. لذلك يجوز له لذلك يجوز له أن يقصر الصلاة طول ما هو حدد مدة الإقامة 4 أيام أو أقل يقصر الصلاة أكثر من 4 أيام لا يقصر. طيب بس أنا في عندي سؤال خليك معي شوي. إذا سافر إلى مكان ولم تحدد مدة السفر Hey, Mom,